انا عارف ان حضرتك متابع جيد لكل طبعا الاحداث اللي طبعا بتحدث داخل النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده منظم كاس الكؤوس الافريقيه لكره اليد، او كانت البدايه النهارده سيدات ورجال. الحقيقه السيدات كسبنا والرجال كسبنا الحمد لله. اولا ايه راي حضرتك في الايفنتات اللي بتحصل داخل النادي الاهلي وفوزنا بكاس السوبر طبعا وكاس السوبر طبعا. الافريقي؟ وعايز اقول ان النادي الاهلي ليه سمة، يعني سمة في النادي ان انت بتحاول تكون بتعمل احسن حاجة من حيث يعني ان انت بدأت تقرب قوي من نادي عالمي، يعني زيك زي اي حد في العالم. برضو هتلاقي ريال مدريد، برشلونة، مانشستر يونايتد، ليفربول، كل الحاجات دي عندهم كرة نسائية وألعاب فردية صحيح. وبيهتموا بيها جدا، وإحنا كذلك إحنا مهتمين بالمسألة دي من بدري. والإيفنتات دي بتدي ليك شرعية إن أنت نادي القرن. نادي القرن ده لازم يبقى ليه أولوية، حتى لما المنظمين بيفكروا مين هينظم يلاقوا مين أحسن حد ينظم يبقى النادي الأهلي. نادي الأهلي إدارة بتعرف تجيب يعني سبونسر لكل الايفنتات، وبالعكس السبونسر هم اللي بيجروا لما صحيح. يعرفوا ان النادي الاهلي هو اللي هينظم. فالمساله دي بتفرق طبعا جدا، زائد ان انت بدات تبقى عينيك على الفرق. طبعا مدير النشاط الرياضي دلوقتي الكابتن خالد العوضي خالد كان العوض لعيب هاندبول كبير، الكابتن محمود ما بيبخلش عليهم باي حاجه، لعيبه اجانب صحيح. حتى يعني استاد علي زين من بوخارست الروماني. فيعني في اهتمام يعني، فنتمنى له الشفاء عالي. طبعا حظه كان وحش في المباراه. حظنا كمان احنا. فلا ما طبعا لعبوا مباراه كويسه جدا، بس وقعوا قلبنا اخر 5 دقائق، النتيجه قربت لكن فاقوا في الاخر، والحمد لله الفرقه خدت الدوري، وكالعاده هيروحوا كاس العالم زيهم زي كره السوبر القدم. جول.